بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توجيهات سراجية للحياة الزوجية من كتاب شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، حول تفسير سورة الحجرات. قال رحمه الله: يبين صلة الرحم، المحتاج للمال تكون بصلته بالمال وليس بزيارته والاتصال به. قال رحمه الله تعالى: فدفعهم زكاتهم عن أموالهم التي حال عليها الحول لا يسقط عنهم وجوب مساعدة له من قصدهم في حاجة ضرورية تعلم ضرورتها في حكم الشرع. وعلى هذا يحمل حديث: في المال حق سوى الزكاة. كما أنه لو جاء أحد أقربائك وأرحامك يسألك حاجة ضرورية فيجب عليك أن تعطيه وتسد حاجته لوجوب صلة الرحم، وإن كنت قد أديت زكاتك، لأن صلة الرحم واجبة. وصلة الرحم المحتاج للمال هو أن تكفيه حاجته، وليس مواصلته مجرد زيارته والتسليم عليه إذا لقيته. فافهم وكن فهيما، ولا تكن بهيمة كبعض الأغنياء الذين هم أشبه بالبهائم، وهمهم الأكبر الجمع والمنع والاستكثار والتنافس على جيفة الدنيا، لا يعرفون ولا يرعون حقوق الله تعالى ولا حقوق عباد الله تعالى. وربما أعطى بعضهم ولكن على وجه الرياء والسمعة وحب الثناء والشهرة. فاقرأ عليهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والحمد لله رب العالمين.